في الحديث الإمام الباقر يقول: نحن حجة الله، الله سبحانه وتعالى يحتج بهم على الناس. فلذا إذا الناس اتبعوهم كانوا قد اتبعوا الحجة، وإذا خالفوهم كانوا قد خالفوا الحجة، ولا حجة للناس في يوم القيامة. ثم يقول: ونحن باب الله. أنت إذا تريد أن تصل إلى الله سبحانه وتعالى يجب أن تصل عن الطريق الذي جعله الله، لا عن غير ذلك الطريق. إذا عن غير ذلك الطريق يكون ضلال. إبليس كان مستعد أن يعبد الله سبحانه وتعالى، بل كان يعبد الله، كان يسجد لله سجدات تطول آلاف السنين، لكن لما أمره الله أن يسجد لآدم رفض، قال: اعفني عن هذا وأسجد لك كذا وكذا. الله سبحانه وتعالى قال: إني أعبد من حيث أريد لا من حيث تريد. الله سبحانه وتعالى جعل عبادتك له بأن تطيعه في السجدة لآدم، فآدم باب إلى الله، الأنبياء أبواب إلى الله، الأئمة عليهم الصلاة والسلام أبواب إلى الله، يعني من هذا الباب لازم تدخل حتى تصل إلى رضا الله سبحانه وتعالى وإلى دينه. إذا رحت من باب آخر، من طريق آخر، ذلك ضلال وانحراف. ونحن باب الله، ونحن لسان الله، بمعنى أنه نحن نبين الأحكام. هذه عبارات مجازية، نبين الأحكام. الله أنزل أحكامه على رسوله، والرسول جعل عليا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام باب علمه، فقال: أنا مدينة العلم وعلي بابها. فأمير المؤمنين يبين الأحكام التي هي الأحكام الواقعية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على رسوله، وكذلك سائر الأئمة. ونحن لسان الله، يعني هذا الحكم اللي الإمام الصادق يبينه، أو الإمام الرضا يبينه، أو الإمام الهادي أو العسكري عليهم الصلاة والسلام، وكذلك سائر الأئمة يبينوه، ليس هذه أحكام من أنفسهم أو اجتهادات، كلا، بل هي أحكام أخذوها عن جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله، عن جبريل، عن الله سبحانه وتعالى، ليس فيها خطأ. البعض يقول: زين هذا اجتهاد وآخرون لهم اجتهاد. كلا، هذا هو الصح الحق، وآخرون أخطأوا أو ارتكبوا الخطيئة حينما خالفوا الأئمة عليهم الصلاة والسلام.